الفواكه الحمضية، وله قدرة على تنقية الجسم من السموم المختلفة والوقاية من الأمراض. فيمكن شرب ماء الليمون للاستفادة من فوائده العديدة. إن الليمون غني بمضادات الأكسدة الطبيعية، ويحسن من كفاءة الدورة الدموية، ويفيد مرضى قصور الدورة الدموية والدوالي والمفاصل والشيخوخة، ويقي من السرطان. إن الليمون مصدر جيد للألياف الغذائية، 5% تحد من ارتفاع السكر والدهون بعد الوجبات. يحتوي على فيتامين سي 112 ميلي جرام في كوب من ماء الليمون، وتزداد في القشرة إلى 128 ميلي جرام. وعند شرب ماء الليمون يفيد في حالات الزكام والأنفلونزا، كما يرفع من كافة أنواع الحمى الفيروسية. كذلك الذين يعانون من مرض الكلى بإمكانهم الاستفادة من ماء الليمون الحامض. كما يمكن معالجة ومكافحة اليرقان وأمراض الكبد عند استعمال ماء الليمون، وهو مفيد جدا. كما يمكن معالجة غلظة الحليب عند الأم المرضعة، وهذا مفيد جدا. إن ماء الليمون يزيد من ترشحات غدد اللعاب في الفم، ويقتل الميكروبات، وهو معقم جيد للفم. إن ماء الليمون يكسر من الإدرار، ويقضي على ترسبات الكلية والكبد، ويزيد أوجاع وآلام العمود الفقري مع المساج. إن ماء الليمون لن يضعف المعدة والأمعاء، بل يكون عامل لتقوية جدار المعدة والأمعاء. إن ماء الليمون يمنع من النزيف الدموي للبواسير، ويمنع من عدم جريان الدم. إن ماء الليمون مفيد لطرد السموم من الدم، والقضاء على نسبة الكوليسترول والدهون، وإزالة البثور من الجسم ومن فروة الرأس والشعر. إن ماء الليمون عامل مساعد على فتح الشهية، ويساعد على عمل الجهاز الهضمي بصورة جيدة. وكثير من الأطباء يوصون باستعماله لمعالجة ضعف الشهية. إن ماء الليمون يزيل الإسهال والإسهال الدموي والنزيف الرئوي، وهو نزف الدم. إن ماء الليمون يمنع من تساقط الشعر والصلع، ويقوي الشعر باستعماله كمساج. إن ماء الليمون غذاء بارد وشراب طبيعي، من أحسن المشروبات صيفا وشتاء، وأفضل وأنفع من المشروبات الغازية والصناعية. إن ماء الليمون خير علاج للدوخة والدوار وحالات القيء. إن ماء الليمون يفيد الذين يشكون من أمراض القلب والروماتيزم، وهنا عليهم باستعمال ماء الليمون فهو مفيد لهم. إن الذين يستعملون اللحم والسمك بكثرة، يجب عليهم استعمال ماء الليمون الحامض أو عصيره قبل الفطور صباحا وعلى الريق. إن ماء الليمون مفيد لمرضى القلب لأنه غني بالبوتاسيوم. إن شرب مزيج من ماء الليمون مع زيت الزيتون يساعد في تفتيت الحصوات المغربية. وإن الليمون منقي للدم، ويساعد الجسم على التخلص من السموم، هو فعال في محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى، كما يقوم بتقوية جهاز المناعة عند الإنسان، وهو أحد المهدئات الطبيعية والتي يمكن وضعها على الجروح، بالإضافة إلى أنه يوقف النزيف، كما يوقف نشاط أي عدوى أخرى من الممكن أن تظهر كتطورات للأنفلونزا، ذلك لخواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، وهو مفيد جدا في علاج حالات الحصوات الكلوية، كما أنه يساعد في إخراج البلغم، ويفيد حالات البرد، ويهدئ الكحة، ويهدئ المغص. ويعد الليمون مطهر منزلي ومعطر ومقاوم ضد الحشرات، ويفيد في تكوين الكولاجين، هو البروتين المسؤول عن مرونة ونعومة ومتانة الجلد والحفاظ على لون الجلد، كما يساعد في تكوين العظام وتكوين الأوعية الدموية، ويمنح الجسم حيوية ونضارة، لأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد الموجود في الغذاء. كما يحتوي على فيتامين B6 الذي يسبب نقصه التهابات في الجلد والتهابات اللسان والاكتئاب والقيء والتشنجات والأنيميا. يحتوي الليمون على الكالسيوم بنسبة 26 ميلي جرام في المئة، وهو هام للأعصاب والعظام والأسنان والحركة، كما أنه مهدئ وهام لتوازن الخلايا والسوائل. ويحتوي على الفوسفور الهام للقوة الجسدية والفكرية، كما أنه غني بمركب الليمونين بنسبة 90% من محتوى الزيت الطيار. إن الليمون علاج يذيب الدهون في منطقة الأرداف والساقين، حيث إن له قدرة رائعة على تشكيل خط دفاع آخر لحماية الرجال من كابوس تراكم الدهون.